أولا أهنئ مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة على هذا الإنجاز الكبير. لثالث مرة يصل المنتخب السعودي للأولمبياد بعد غياب 24 سنة تقريبا. أشكر اللاعبين اللي أثبتوا أنهم على قد المسؤولية. أشكر المدرب الوطني الكبير الكابتن سعد الشهري وفريق العمل اللي معاه والمساعدين. أشكر الدكتور خالد المقرن المشرف على الفئات السنية، الأخ نايف القاضي، وكل من عمل من أفراد البعثة وساهم في هذا الإنجاز اللي تم ولله الحمد بعد توفيق الله، ثم بدعم القيادة الكبير جدا اللي تم توفيره لنا، والحمد لله تحقق الهدف الأهم، وباقي خطوة إن شاء الله على الكأس. نتمنى بإذن الله أن الله يوفقنا ونرجع إن شاء الله للسعودية بالكأس بحول الله. طبعا البطولة كانت صعبة وواجهنا منتخبات قوية، وشفنا يمكن أغلب نتائج كل المباريات في البطولة كانت نتائج متقاربة، و يعني يمكن ما عدا نتيجة الأوزبكستان والإمارات اللي كانت يمكن نتيجة كبيرة، لكن الحمد لله أعتقد أنه الاستعداد كان جدا جدا ممتاز. الاستعداد كان مبكر، تعرف المنتخب تقريبا عسكر من 15 ديسمبر، وكان فيه أيضا عدة مباريات ودية في فترات الفيفا ديز اللي كانت قبل في نوفمبر وأكتوبر. الحمد لله يعني التجهيز المبكر أعتقد ساعدنا كثير. دقة وحرص الكابتن سعد الشهري على قراءة كل ما يتعلق بالمنافسين ساهمت أيضا بشكل كبير. روح الفريق الواحد اللي شفتها في المعسكر كانت صراحة سمة إيجابية جدا. عدد من اللاعبين يعني من أول مباراة في البطولة كانوا يتكلمون معانا أنهم واثقين من التأهل، وهذا الحمد لله يعني شفناه في أرض الملعب. أعتقد اللاعبين كانوا على قد المسؤولية، كانوا حاسين بقيمة هذا الإنجاز، وكانوا حريصين أنهم يقدمون شيء للوطن ولو شيء بسيط لرد الجماهير الكثيرة. الحمد لله على ما تحقق، وإن شاء الله بإذن الله باقي لنا النهائي. لا يزال أيضا هناك حرص كبير من اللاعبين ومن الجهاز الفني على إن شاء الله الحصول على البطولة اللي حتكون صعبة جدا، أنك تلعب ضد منتخب كوريا اللي فاز في كل مبارياته في البطولة، ولكن إن شاء الله رجالنا قادرين، وبإذن الله تكون فرحة فرحتين بحول الله، ونحاول نحصد اللقب بإذن الله. لا بد أن يكون ظهور المنتخب السعودي في الأولمبياد ظهور مشرف ويليق باسم الكرة السعودية. يعني راح نبدأ من اليوم بالتجهيز وفتح ملف أولمبياد طوكيو بالتنسيق مع الأخوان في اللجنة الأولمبية السعودية. أعتقد أنه راح يكون فيه برنامج متكامل لتجهيز هذا المنتخب، ومبدئيا إن شاء الله في احتمال كبير أن نشارك في بطولة ودية دولية تحمل أو تضم منتخبات قوية أوروبية في فرنسا، راح تقام تقريبا في فترة بداية الصيف، وراح نجلس طبعا مع الجهاز الفني والإداري ونرصد في كافة طلباتهم، وإن شاء الله نضع البرنامج اللي يعطينا فرصة لتقديم مستوى عالي يليق باسم السعودية واسم الكرة السعودية.